هبسط اهلك ب10 جنيه هتفرح. احنا بس محتاجين المضرب بتاع امي، بس انا عرفت مكانه. الام متطوره نقلت حاجتها من هنا حطها. الله العظيم بس خبيته فين؟ مخبيها هنا يعني. الاول كان في الدرفة دي، بقى في الدرفة. الحمد لله يا امي، ربنا يحميني ليك. محدش هنا يا ابن قلبي وهبسطك. انا جبت البطيخه دي ب10 جنيه، اقسم بالله ب10 جنيه. لا انا استنصحت، بس هو في تيتيلز صغيره انا والله العظيم هكسبها اقولها لك. انا جبت شويه دول ب15 جنيه. بس انا جبتهم من الكافيه، فهو قال لي مفيش، حسبهم لي ب15 جنيه العودين دول. لا بس انه طعمه مختلف. يحميني ليك يا امي. والله يا جماعه ربنا يخليني ليكم. انا هفتح الجهاز العظيم ده بتاع امي، ربنا يخليني ليك يا امي. بس بس بسولوفان وفليبس يا اسطى. هو ماله بورك ليه؟ اهو يلا اهو. لا ارجوك، لا لا مش قوي كده. لا بتعوم مني ليه؟ ايه ده؟ ايه فين البطيخ؟ معلش معلش عادي عادي. ليه جوه؟ فليبس فليبس بس بورك شويه. دي ده حنان من اللي انا مش حاسه وقالي زمان. البطيخ كله جه في عيني برضه، كلها بقى بطيخ. انا عملتها حمام سباحه بس. لا فليبس جيد جدا يا امي. لا يا امي ما تزعليش على الاوضه. لا كب النعناع ب 15 جنيه يا ابن قلب. مش عايز اكب والله. 15 جنيه قول له كتير. يقول لي ما انت واخده من الكافيه، انت واخده من السوق. لا ما اقنعتني قد ايه انت مقنع يا اخي. هنكبر امتى يا اخي؟ مش بنبسط. انت بعت النعناع من عند امك، كنت اهم حاجه دي. بنص جنيه. طب وربنا حلو حلو برضه. لا ما انا ممكن سيبها تقع عليا. عظمه.